كتاب كذلك كتاب التوحيد وهو مختص بتوحيد العبادة فقط. ولا أيضا مؤلفه شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يذكر كثيرا من كلامه هو، إنما له في التأليف مثل ما للبخاري في الصحيح جمع النصوص، جمع وتبويب، فعناوينه هي فيها فقهه. نعم، ما يعقده الشيخ من الأبواب هو فقه ما يذكر به. ويذكر هو طبعا الكتاب عبارة عن طبعتين، النسخة التي فيها المسائل والنسخة التي ليس فيها مسائل. فالنسخة التي فيها مسائل نعم يذكر فيها الشيخ الاستنباطات مما وكذا وكذا. وهذه أكثرها تكون واضحة ومهمة ونافعة في بابها، وفي بعضها مسائل يكون استنباطها مما ذكر بعيد وبعضها صعب الفهم أصلا مثل ما ذكر لك شيخنا. كتاب التوحيد بحكم اقتصاره على فرع من فروع الاعتقاد، هل يصلح أن يكون بناء بمعنى جزء من البنية المعرفية؟ لابد، هو جزء من البنية المعرفية لابد منه فيما يتعلق. ما الذي يكمل باقي الأبواب إذن؟ يكمل باقي الأبواب ما يتعلق بالأسماء والصفات، الإيمان عموما، الإيمان عموما، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأيضا حتى ما يتعلق بالنبوات وما يتعلق بالصحابة. معنى هذا أن الاقتصار عليه في باب الاعتقاد لا يكفي، لا لاختصاصه أصلا بفرع واحد، فرع واحد من فروع. طيب.